لحظة الأبد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ارحب مره تانية بصاحب بيت ولا ضيف ولا حاجه، هو صاحب بيت طبعا النجم الكبير كابتن شادي محمد. كابتن اسلام منور وشياكه وورد وشوكولاته. على فكره الحاجه الوحيده اللي انا مش هخلي حد ياخدها انا اللي هاخدها معايا. عايز اقول لك اللي احمد عاوز حجازه قال لي ما تبداش. لا لا دي بتاعتي دي ماليش دعوه. منور يا نجم حبيبي يا كابتن اسلام، وموفق وبجد من قلبي بتمنى لك التوفيق واتمنى لك النجاح. كان في ناس قبل كده موجودين كل واحد بيأدي رسالته طبعا. وبتيجي ناس بنحترم الناس كلها فبتمنى لك التوفيق ودايما موفق ان شاء الله. ربنا يخليك يا نجم. بس في الاول عايز اسالك يا شادي عن حياتك. احنا بقالنا فتره طويله قوي ما تقابلناش بالمناسبه، يعني ممكن تليفونات او حاجه، ولكن بقالنا فتره طويله قوي ما تقابلناش. الايام دي شادي محمد اعتقد وجوده في قناه النادي الاهلي النهارده تحديدا مختلف عن اي حاجه تانية. بالظبط. انت بتقول لي انا متوتر وحاسس ان مش هقول لك حاجه في الكواليس تاني. فعلا لما كنت داخل عليك انا كنت عادي وبهزر مع الناس كلها، حسيت بشويه قلق، في رهبه للمكان لان المكان ليه احترام. كمان لما بتبقى مع صديق وعشره عمرك بيبقى فيها كسوف شويه، لو راح لحد غريب ببقى عادي وبتعامل. خليني اقول لك كمان، بعد غياب طويل اكتر من 3 سنين ونص اول مره ادخل قناه النادي الاهلي، رساله واضحه مبادئ النادي الاهلي وقيمه الحقيقيه. ممكن بتختلف في بعض الامور الانتخابيه، ولكن اللي بيقره الجمعيه العموميه ويقره جماهير النادي الاهلي طبعا حتى لو هم مش اعضاء في النادي. لازم كلنا بنمشي ورا ده، وخير مثال اللي انا موجود النهارده في قناه النادي الاهلي. ليه يا اسلام؟ معلش يا شادي انا اسف، بما انك فتحت الموضوع ده كان بتقول ان انت اتمنعت وان انت مش عارف كلام ايه وكلام من هذا القبيل. هل في حد يعني، انا فاكر ان احنا مثلا في راس السنه كان معايا بركات وسيد وانت عملت معانا مداخله وقبلها برضو كنت عامل مداخله مع كابتن هاني. يعني الامور الحمد لله ما فيش اي مشكله، قد يكون هناك اختلافات في وجهات النظر، دي حاجه ترجع لك وانت حر. بالزبط. ولكن في النهايه كلنا ورا اسم النادي الاهلي. بالظبط. خليني اقول لك ما فيش الكلام ده خالص. ولكن انا بشرح ان انا موجود النهارده في قناه النادي الاهلي اللي هي جزء كبير جدا من بيتنا، لانها تمثل زي ما قلت لك اعلام النادي الاهلي. دي حاجه تسعدني واتشرف بيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتحصل انتخابات وبتخلص طبيعي، لكن الكل بيمشي في قطار واحد. اللي بيخرج من الصف بيبقى يعني بعيد عن قلوب الاهلاويه، خلينا نقي الفاظي كويس جدا. اللي بيخرج من الصف لا يمثل النادي الاهلي، لان انا هفضل اقولها، مش معنى ان انت بتدافع عن ناديك وعن اداره ناديك وعن جهازك الفني في كل الالعاب من اول العامل لغايه رئيس مجلس الاداره يبقى انت محتاج حاجه. اللي ده تفكيره يبقى لا يليق ولا يمثل النادي الاهلي ابدا. الرجوله والجدعنه اللي انت لما مجلس الاداره اللي يجيبوا الجمعيه العموميه لازم تبقى في الصف ولازم تبقى في ظهر ناديك طول الوقت. لما عملت كده والنوايا علمها ربنا سبحانه وتعالى، النهارده انا موجود معاك. وقبل كده كنا بنتكلم وكنت حاجي معاك قبل كده وفي التليفون دخلنا مع بعض. انا الحسابات دي غلط. الحسابات دي مش مظبوطه. مش لازم تعمل حاجه محترمه عشان يبقى مقابلها حاجه. انت بتعمل حاجه عشان ده ناديك اللي خيره عليك. وعشان ما ينفعش تتخلى عن ناديك، وعشان لازم تقاتل على ناديك، ولازم تقاتل على مجلس ادارتك، ولازم تدعم جهازك الفني، ولازم تدعم مجلس الاداره. حتى لو انت ما كنتش كشادي محمد، حتى لو انت ما كنتش مختاره. بالظبط. ما ده اللي حصل. ما هو ده كابتن اسلام، ايه اللي بتمشي في الصف؟ يعني ايه الصف؟ يعني في ظهر ناديك، يعني مع مجلس ادارتك، يعني مع جماهيرك، يعني مع اراده ناديك. الناس بتدخل القلوب، والناس بتلاقي الناس حتى لما سيرتك تيجي بتيجي بالخير. لكن في هقولها بالمصطلح بتاعنا بتاع الكوره، في ناس عقليتها تلعبني احبك تقعدني اكرهك. يعني ايه؟ ياخد حاجه معينه، منصب موجود تلاقيه زي الفل بيشوف الامور تمام. وفي ناس ما تاخدش حاجه تلاقي الدنيا صعبه جدا معاهم وهجوم وكلام. تطلع تشتم. في نوعيات كده موجوده وتطلع بتهاجم لاي سبب وبتتخلى
عن اهلاويتها البعض. لا انا ما اقصدش اي اسماء، انا بتكلم بشكل عام، ولكن موجود تاني بكرر جوه بيتنا قناه النادي الاهلي، علشان لو انا كنت بعمل اي حاجه خارج الصف كنت هبقى منبوذ مش محبوب. مش النهارده انا بشوف صفحه الاهلي وبشوفك لما نزلت يا اسلام، بشوف ناس ردود الفعل، والله ما شفت واحد الا كاتب كل خير. الحمد فدي لله. حاجه تسعدني جدا جدا. وزي ما قلت لك انا داخل فعلا المكان ليه هيبته وليه رهبته، وكمان لما يكون صديق عمر وصديق بطولات ومعاه اسرار كتير جدا، طبعا مش هسمح له يقول حاجات معينه من خلال الحلقه، ولكن دي كان البدايه يعني على سؤال حضرتك.